بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الرئيس السيسي يتلقى التهاني من نظرائه بالدول الإسلامية وكبار رجال الدولة. رئيس الوزراء يوجه بالتعامل بحسم مع أي تعديات على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك. بعد قضاء يوم التروية بمشعر منى، ضيوف الرحمن يستعدون للصعود على عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج غدا بإذن الله. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن أمير قطر أعرب عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا لمصر وحكومة وشعبا كل الخير والتقدم والرخاء. وأعرب الرئيس السيسي عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة، داعيا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على دولة قطر الشقيقة والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان. وقدم السلطان هيثم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا لمصر وشعبها دوام التقدم والاستقرار. من جانبه أعرب الرئيس السيسي عن خالص شكره وامتنانه للسلطان هيثم بن طارق، متمنيا للشعب العماني الشقيق كل الخير والتقدم والازدهار. بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وتقدم رئيس مجلس النواب بالإنابة عن أعضاء مجلس النواب بخالص التهاني وأصدق الأمنيات إلى الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى، سائلا المولى أن يعيده عليه بوافر الصحة والعافية، وعلى شعب مصر العظيم وكل المسلمين في كافة بقاع الأرض بالخير واليمن والبركات. بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وجدد رئيس مجلس الشيوخ في البرقية العهد بدعم الرئيس السيسي في مسيرة الإنجازات التي تتحقق على يديه، مؤكدا مواصلة العزم على خدمة شعب مصر الوفي وتحقيق المزيد من النجاح والازدهار. هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وقدم مدبولي بالإنابة عن أعضاء الحكومة أصدق التمنيات للرئيس السيسي بهذه المناسبة، داعيا الله أن يعيدها عليه بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والاستقرار والسلام. بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وأعرب مدبولي في برقيته عن أصدق التمنيات لفضيلة شيخ الأزهر بهذه المناسبة المباركة، سائلا المولى عز وجل أن يعيدها عليه بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يتحقق لشعب مصر العظيم كل ما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار. بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى. وأكد وزير الدفاع في البرقية استعداد رجال القوات المسلحة الكامل لبذل الجهد والعطاء للوفاء بالمهام والمسؤوليات المقدسة التي يحملون أمانتها للحفاظ على أمن وسلامة الدولة والدفاع عن قدسية
أراضيها. كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس السيسي بهذه المناسبة. بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معربا عن خالص التهاني بأصدق الأماني للرئيس السيسي بهذه المناسبة. وقال وزير الداخلية إن هذه المناسبة تأتي لتكون دافعا للمزيد من البذل والعطاء في سبيل رفعة الوطن في مرحلة دقيقة من تاريخه يستهدف فيها التنمية والبناء متسلحين بالإخلاص والعمل. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لكل من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي. كما بعث توفيق تهنئة أيضا بمناسبة عيد الأضحى للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، وللفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة. كما بعث توفيق برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ووزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعة ومفتي الجمهورية دكتور شوقي علام. وجه رئيس مجلس الوزراء برفع درجات الاستعداد وإعداد وتجهيز الساحات والحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك. وخلال ترأسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اطلع رئيس الوزراء على الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشددا على ضرورة العمل على استمرار توفير اللحوم والأضاحي بالشوادر على مستوى المحافظات، وكذا السلع الاستهلاكية الأساسية بجميع الملافذ والمجمعات الاستهلاكية، مع تكثيف الحملات للمتابعة الدورية للأسواق والمحال التجارية والإشراف الكامل على المجازر ومنع ذبح الأضاحي خارجها. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة قيام القيادات التنفيذية بالمحافظات بالمرور المستمر اعتبارا من الغد وحتى آخر يوم في فترة الإجازات، للتأكد من عدم وجود أي تعديات على الأراضي الزراعية أو المباني، مع التصدي بمنتهى الحزم لأي تعديات بالمحافظات وتنفيذ الإزالة الفورية لحالات التعدي المرصودة. احتفلت قوات الدفاع الجوي بالذكرى 53 لبناء حائط الصواريخ في 30 من يونيو عام 1970، والذي اتخذ عيدا لقوات الدفاع الجوي. بهذه المناسبة عقد قائد قوات الدفاع الجوي الفريق محمد حجازي مؤتمرا صحفيا، وجه خلاله التحية والتقدير والاعتزاز لرجال الدفاع الجوي الذين قدموا أرواحهم وجسدوا أروع البطولات والتضحيات العظيمة. عالم يموج بالصراعات، تعصف بسلامته وأمنه، أصبحت فيه السماء مسرحا للعمليات. من يمتلكها يحظى بالتفوق والغلبة، فكانت حمايتها أساساً لفرض الهيمنة. مصر يحمي سماءها ومقدراتها رجال على أهبة الاستعداد للذود عن الوطن متى تطلب الأمر ذلك. إنهم قوات الدفاع الجوي، حماة السماء وحصن البناء.
احتفلت قوات الدفاع الجوي بالذكرى 53 لبناء حائط الصواريخ في 30 من يونيو عام 1970، والذي اتخذ عيداً لقوات الدفاع الجوي. وبهذه المناسبة عقد الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي مؤتمراً صحفياً، وجه خلاله التحية والتقدير والاعتزاز لرجال الدفاع الجوي الذين قدموا أرواحهم وجسدوا أروع البطولات والتضحيات العظيمة لتظل راية الوطن عالية خفاقة إلى أبد الدهر. صفحات تاريخ العسكرية المصرية لا تنضب، يسطرها الرجال بالبطولات والتضحيات، وبين طياته نجد الحدث الأبرز للقوة الرابعة في قواتنا المسلحة الباسلة يوم 30 من يونيو، والذي نحتفل فيه اليوم بالعيد 53 لقوات الدفاع الجوي المصري، والذي يعتبر بمثابة الإعلان الحقيقي عن بناء حائط الصواريخ عام 1970، والشاهد على تساقط طائرات العدو وبتر ذراعه الطولة، واللبنة الأولى في صرح الانتصار العظيم للجيش المصري في حرب أكتوبر 1973. وكان لزاماً علينا في هذا اليوم التقدم بالشكر والعرفان للقادة والرواد الأوائل من رجال الدفاع الجوي الذين سبقونا في تولي المسؤولية وحملوا لواء الشرف والواجب، فاستحقوا منا كل التقدير والاعتزاز. كما أتوجه بالتحية لرجال الدفاع الجوي حماة سماء مصر ودرعها الواقي المرابطين في كافة ربوع وحدود مصرنا الحبيبة. كونوا دائما على قدر المسؤولية، وعند حسن ظن شعبكم الأبي كونوا أداة للتحديث والتطوير وبناء المستقبل. كونوا القدوة والمثل في نكران الذات فداء لوطننا الحبيب. ويسعدني في هذه المناسبة أن أوجه رسالة اطمئنان لشعب مصر الكريم، إن قواتكم قوات الدفاع الجوي تعمل ليلا ونهارا سلما وحربا عازمة على حماية سماء مصر ضد كل من تسول له نفسه الاقتراب منها. ونجدد العهد معكم بالحفاظ على راية الوطن عالية خفاقة. وأننا إذ نؤكد للسيد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إن قوات الدفاع الجوي ماضية في التطوير والتحديث وزيادة قدرتها القتالية لمجابهة ما يستجد من تهديدات وتحديات، محافظين على سماء مصر سلما وحربا. ويشرفني ويشرف قوات الدفاع الجوي أن أتوجه بتحية إجلال وتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مجددين العهد لسيادته أن تظل دوما قوات الدفاع الجوي جنودا أوفياء بناة للمستقبل، حافظين العهد، مضحين بكل غال ونفيس، نحفظ للأمة هيبتها ولسماء مصر قدسيتها، لتظل مصر درعا لأمتنا العربية. حمى الله مصر شعبا عظيما وجيشا باسلا يحمي الإنجازات ويصون المقدسات. إنهم قوات الدفاع الجوي، حماة السماء وحصن البناء. استمراراً للجهود التي تبذلها كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وبمناسبة قرب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وصلت وزارة الداخلية مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة لدعم محدودي الدخل. يستمر الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية في دعم الأسر المصرية، حيث تتواصل فعاليات مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة في دعم أهالينا من محدود الدخل على مستوى الجمهورية، وتأتي في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية. ارتاح أول ما تشوفه وشه سمح طيب وبشوش، وتحس قريب منك صار.
وانا شغال دلوقتي لقيت مبادره كلنا واحد، لقيت مأمور المركز داخل عليا بكرتونه. كل سنه وانت طيب يا ريس وتعود الايام بخير. الشعب اللي في وقت الشده دايما عارف سكه. كل سنه وحضرتك طيبه، مش ناقصك حاجه؟ ربنا يبارك له يا رب، واحنا معاه في ظهره من الميت. ربنا يكرمه يا رب وربنا يبارك. سنة وحضرتك طيبة وبصحة وبسلامة. واللي بإذن الله بيتحدى نسل نجاحه كتير كارهين. شعب أصل معدن وتاريخ، طبعا هم المصريين. تحيا مصر، تحيا مصر، ربنا يحفظكم يا رب. انطلق مأموري الأقسام والمراكز بنطاق دوائرهم لتوزيع مواد غذائية على المواطنين في أماكن إقامتهم وفي مواقع عملهم، حرصا منهم على أن تصل المساعدات لمستحقيها. احنا بنشكر الرئيس إن هو فاكرنا والله في كل عيد. اتفضلي. دي هدية من السيد الرئيس مناسبة 30 يوم. والله ده أنا بحبك وبشكرك جدا جدا، وأنت على دماغنا من فوق والله، ربنا يسترها معاك يا حبيبي. مصر تملي بتفتح بابها للي قريب واللي بعيد، والكل اللي بجد حبيبها دايما مصر تمد الإيد. وعمر يا مصر الله يبارك لنا فيه ونخليه دايما فاكرنا ودايما بيوصينا نروح لكم لغايه عندكم. ربنا يبارك له ويخلي له اولاده، ربنا يخلي له اولاده ودايما لمصر. وتحيا مصر، تحيا مصر. عمر الشعب ده ايد واحده والفي ربط واليوم الدين. الشعب اللي في وقت الشده دايما عارف سكته فين، واللي باذن الله بيتحدى نسل نجاحه كتير كارهين. شعب اصل معدن وتاريخ، طبعا هم المصريين. كل سنه وانتم طيبين. دي هدية من السيد الرئيس بمناسبة عيد الأضحى، وكل سنة وانتم طيبين يا حاج. دي هدية السيد الرئيس بمناسبة عيد الأضحى، وكل سنة حياتك طيب. بنقول للرئيس كل سنة وانت طيب، وبنقول لرجال الشرطة كل سنة وانتم طيبين، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. تحيا مصر. إشادة كبيرة من المواطنين بمبادرة مأمور أقسام ومراكز الشرطة التي ترسخ لقيم اجتماعية تحرص عليها وزارة الداخلية، وتؤكد معها على أن الأمن الإنساني في مقدمة أولويات الوزارة لدعم المواطنين. ارتاح أول ما تشوفوش، وسمح طيب وبشوش، وتحس قريب منك صعب تشوفه وما تحبوش. بالضحكة ربنا جنبك. دي هدية بسيطة عشان عيد الأضحى. كل سنة وحضرتك طيب. أنت طيب يا ابني، ربنا يديك الخير. أنا بوصل طريقك. ربنا يخليك. ربنا يوصل طريقك ويخليك يا رب. ربنا يخليك. واللي بإذن الله بيتحدى نسل نجاحه كتير كارهين. طول عمر الشعب ده إيد واحدة والفي ربط واليوم الدين. الشعب اللي في وقت الشدة دايما عارف سكته فين، واللي بإذن الله بيتحدى يعيش الرئيس وربنا يخليه للغلابه، وهو حاسس بالشعب كله وبيوصل لنا في اي مكان. يحش عن المرض ويطول عمره، ويحش عن الوحش ويقعد رئيسنا على طول، ما يضرناش في هذا يا رب. باذن الله بيتحدى نسل نجاحه كتير كارهين. شعب اصل معدن وتاريخ، طبعا هم المصريين. كل سنة وهو طيب والشعب المصري كله بخير، وربنا يخليه لينا وخلانا في أمان وعشر على عشر. هم المصريين.
مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة ترسم الفرحة والبهجة على وجوه المواطنين في منازلهم وفي الحقول وأماكن عملهم، فهي تسعى إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بخاصة في المناطق الأكثر احتياجاً. أنت مش عايز أي حاجة؟ تؤمر بأي حاجة؟ محتاج حاجة نعملها لك؟ هدية بسيطة كده لسيادة رئيس الجمهورية كل سنة وانت طيب يا حبيبي. ربنا يخلينا الرئيس ويوسع في رزق الرئيس يا رب. الضباط قبلوني في الطريق دلوقتي ووقفوني وادوني هدية الرئيس. يا رب تفاديه وتكتر منه، يا رب يسعده، يا رب تسترها معاه، يا رب يا رب تسترها معاكم كلكم ويفاديه. الشعب اللي في وقت الشدة دايما عارف سكته فين، واللي بإذن الله بيتحدى نازل نجاحه كتير كارهين. أنا كنتش متوقع إن الضباط يجوني لغاية بيتي ويدوني هدية الرئيس، وربنا يخلي لينا ويخلي لنا الغلابة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بدأت بعثة حج القرعة تصعيد حجاجها إلى عرفات تمهيدا لأداء الركن الأعظم في الحج وهو الوقوف بعرفة، وذلك في ظل تيسيرات تقدمها البعثة لهم طوال فترة وجودهم بعرفة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة. ترتج أركان مكة بالتلبية التي تنطلق من قلوب حجاج بيت الله الحرام، وهم يستعدون للانطلاق إلى عرفات الله إذانا ببدء مناسك الحج. إنه صباح يوم الترويج، حيث بدأت بعثة حج القرعة في تصعيد حجاجها من فنادق إقامتهم منذ فجر اليوم، وفق خطة تعتمد على التصعيد التدريجي لتحقيق السيولة ومنع الزحام. هنا الجماعة مش مقصرين في حاجة، هم خلال اليومين اللي فاتوا كانوا عاملين مجهود كويس جدا، وبلغونا قبلها إن التوقيتات عاملة إزاي والأتوبيسات بالترقيم كل واحد ينزل في الميعاد بتاعه بحيث ما يبقاش فيه تدافع او فيه اي حاجه. الحمد لله رب العالمين. تنظيم جيد جدا، فنادق في يعني اعلى مستوى، نظام محترم قوي، تنظيم اتوبيس باتوبيس، كل اتوبيس بيطلع وبينادوا علينا من الدور بتاعنا، بننزل نلاقي كل اماكننا محجوزه. ضباط البعثه قاموا بتوجيه الحجاج بالنزول وفق ترتيب طوابق الاقامه، مع التأكيد عليهم باصطحاب الاحتياجات الأساسية فقط لكل حاج حتى يتمكن من أداء النسك بانسيابية ويسر، في ظل خدمات تقدم لهم على مدار فترة إقامتهم بمنى وعرفات من إعاشة إلى لوجستية. كان في تنبيهات إن هو يدوب على قد الاحتياجات الشخصية والحاجات اللي مش ضرورية ما نشيلهاش، وكل حاجة هم موفرينها إن شاء الله هناك. يعني تنظيم رائع رائع لأعلى مستوى، واللي عايز يجي يشوف هنا في مكة كمان هو التنظيم، فنادق وتنظيم الاوتوبيسات ورحلاتنا منظمه جدا جدا جدا، كل حاجه حلوه حلوه حلوه، قول اي حاجه حلوه. تعاقدت بعثه حج القرعه مع حافلات نقل حديثه لتصعيد الحجاج الى عرفات والتنقل بين المشاعر، كما حرصت على وجود مرشد بكل حافله ليقود مسار الرحله من مكه الى المشاعر المقدسه. وكل هذه الحافلات مزودة بخاصية جي بي اس مرتبطة بغرفة العمليات الرئيسية بمكة لمتابعة مسارها. دور ان انا اخذ الباص من مكان عند الفندق اوديه للتوجيه في عرفة عند المخيم هناك قبل التفويج، طلعنا على الاماكن دي كلها مرينا عليها مكان لمكان وعرفنا الاماكن واللوكيشن معانا، بحيث ان ما يحصلش اي توهان في اي باص في اي مكان. عملنا تجربة ورحنا ولفينا المناسك كلها وعدينا على المناسك
ورحناها ولفيناها وعرفنا شفنا المخيم وشفنا كل حاجة والأمور يعني تمام الحمد لله. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ارتياح كبير بين أوساط الحجاج للخدمات المقدمة لهم وتنظيم عملية التصعيد، وهو ما بدا واضحا على وجوههم. الشعور ما يتوصفش ان ربنا يكرمنا كده وتقبل منا. صراحة هم عاملين مجهود كويس جدا جدا بصراحة، يعني هياخد التقييم ممتاز. متشكرين جدا على الخدمة ممتازة بصراحة، وشكرا للبعثة المصرية، يعني الخدمات كويسة جدا، متشكرين جدا، كل سنة وانتم طيبين. الله يكرمكم والله يجازيكم خير عننا كلنا، ورحلة جميلة وهناك الخدمة جميلة، يعني انتم ما شاء الله كنا مش فاخرين عارفين حاجة. ربنا يرزقنا ان شاء الله الوقوف على عرفة سالمين امنين غانمين ان شاء الله، والف الف شكر على المجهود الطيب، وكل سنة وحضراتكم طيبين. والله كله مظبط الحمد لله، والاوتيل حلوة قوي ومنظمين جدا، يعني بيطلعوا يقولوا لنا كل حاجة في مواعيدها وكله تمام. قرابة 11 ألف حاج من حجاج القرعة تم تصعيدهم إلى عرفات الله منذ الساعات الأولى من صباح يوم التروية في عملية نقل دقيقة تم رسم ملامحها على مدى الأسابيع الماضية، كما أجرى ضباط البعثة عملية محاكاة لمسار التحرك من مكة إلى المشاعر المقدسة على مدى الأيام السابقة ليوم التصعيد، وهو ما ساعد في إنجاحها. لا شريك لك. تزين الحجاج بملابس الإحرام وعلت وجوههم الفرحة والبسمات، ولما لا فهم بعد ساعات قليلة سيقفون على جبل عرفات ملبيين وداعين الله أن يغفر لهم. ووسط كل هذا قدمت لهم بعثة حج القرعة كافة التيسيرات لأداء المناسك. من مكة المكرمة، عبدالله بركات، التلفزيون المصري. يواصل حجاج بيت الله الحرام قضاء يوم التروية بمشعر منى اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويتوجه ضيوف الرحمن مساء اليوم إلى صعيد عرفات استعدادا للوقوف به غدا، والذي يعتبر ركن الحج الأعظم. هذا وقد استعدت مخيمات حجاج القرعة بصعيد عرفات الطاهر لاستقبال 10,990 حاجا من حجاج القرعة، وتم وضع اللمسات النهائية للمخيمات. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولمعرفة المزيد من الأخبار حول الأحوال الطبية والصحية للحجاج في بيت الله الحرام ينضم إلينا من هناك مفادنا محمد حلمي من الأراضي المقدسة. محمد، بعد التحية، هل يعني لك أن تطمئن على الأحوال الصحية والطبية للمصريين الحجاج في بيت الله الحرام؟ بالفعل تحياتي لك إلهام من مشعر عرفات من أماكن مخيمات المتواجد بها الحجاج المصريين. أؤكد لك أن هنا كانت كافة الاستعدادات موجودة، وهناك
تنسيق تام بين السلطات السعوديه والبعثات النوعيه المصريه ومنها البعثه الطبيه المصريه. اؤكد لك ان هناك جاهزيه تامه من قبل السلطات السعوديه لهذه الرحله المقدسه لتوفير الاجواء الروحانيه والاجواء المناخيه لضيوف الرحمن اينما كانوا على في مناطق المشاعر. هناك جاهزيه تامه من قبل السلطات السعوديه حيث ان هناك 9 مستشفيات تم تجهيزها هنا بمناطق المشاعر بمشعر منى او مشعر عرفات. منذ فجر اليوم كان يوم التروية تم تصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر منى، لكن ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين تم تصعيدهم مباشرة إلى مشعر الموسم الحاج هذا العام، فحيث أن مشعر عرفات أو الوقوف بعرفة هو الركن الأساسي في من أركان الحج. أؤكد لك إلهام أن هناك جاهزية من قبل السلطات السعودية 9 مستشفيات، هناك 6000 سرة تم تجهيزها ما بين عناية مركزة ما بين السرة للتعامل مع ضربات الشمس كافة التخصصات. هناك 200 مركز صحي منهم 140 مركز صحي رعاية أولية على طول المناطق المشعر من مكة المكرمة حتى صعيد عرفات. هناك 200 سيارة إسعاف، هناك مروحيات لنقل الحالات الطارئة للمستشفى. لكن ما يعنينا هنا وأهم هو الأهم هو يوجد 13 مريض بالمستشفيات السعودية بمكة المكرمة والمدينة المنورة سوف يتم تصعيدهم ظهر غد لتمكنهم من الوقوف على عرفات وذلك لأداء الركن الأعظم وهو الوقوف بعرفة. أؤكد لك أن البعثة الطبية المصرية تم تجهيزات عيادات طبية بمنطقة المقيمات، هناك عيادة طبية على يميني تم تجهيزها وتستقبل بالفعل المواطنين أو الحجاج المصريين منذ وصولهم هنا على مشعر عرفات. هذه العيادة مجهزة بكافة الكوادر الطبية من تخصصات مختلفة، كذلك كافة الأدوية والمستلزمات الطبية تم توفيرها بهذه العيادة الطبية إلى جانب فريق من الطب الوقائي بيقوم بعمل ندوات توعوية وتثقيفية في كيفية الوقاية من الأمراض المعدية. الوقاية من ماذا عن الأحوال الصحية للحجاج المصريين؟ يعني تطمئن على هل هناك أي حالات مرضية ما بين الحجاج تطمئن على أحواله؟ كما قلت إلهام هناك 13 حاج موجود في المستشفيات حالاتهم مستقرة وسوف يتم تصعيدهم إلى الغد. لا توجد أي أمراض معدية، كل الحمد لله الأجواء هنا أجواء روحانية عالية بيعيشها ضيوف الرحمن ومنهم الحجاج المصريين. لكن اللي أؤكد لك أن هناك جاهزية تامة سواء من السلطات السعودية أو البعثات النوعية ومنها البعثة الطبية المصرية لتوفير هذه الأجواء بشكل ميسر خلال أيام المشاعر. نعم، أتم الله عليكم الحاج محمد، ولا تنسانا من صالح الدعوات. شكرا لك محمد حلمي من الأراضي المقدسة. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك،
السادسة متواصلة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. لافروف يلمح لعلاقة كييف بتمرد فاغنر ويؤكد أن التحقيقات جارية لمعرفة احتمالية تورط استخبارات غربية في القضية. أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل بوردينا أكد أن قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هو الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار. وأضاف بوردينا أن الدولة الفلسطينية قائمة ومعترف بها من أكثر من 140 دولة، داعيا المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية إلى التدخل ومحاسبة إسرائيل على أفعالها وأقوالها المخالفة للشرعية الدولية. جاء ذلك ردا على تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والتي قال فيها إن على إسرائيل قطع الطريق أمام تطلعات الفلسطينيين إلى دولة مستقلة لهم. إلى هذا اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت مصادر فلسطينية في القدس المحتلة أن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. وأضافت المصادر أن شرطة الاحتلال نشرت عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على دخول المصلين. أعلن الجيش السوداني في بيان أن قوات الدعم السريع استولت على أحد مقرات الشرطة بعد مهاجمته لثلاثة أيام متواصلة. وأضاف الجيش السوداني في بيان أن مرافق الشرطة في جميع أنحاء العالم تعتبر مرافق خدمية لا علاقة لها بالعمليات العسكرية، مشيرا إلى أن استهداف مقر الشرطة يعتبر تعديا على مؤسسات الدولة المعنية بحماية المدنيين. هذا ولا تزال الاشتباكات الدائرة في السودان تلقي بظلالها على الأوضاع المعيشية للمواطنين السودانيين خاصة اللاجئين. السيدة عزيزة إحدى الوافدات السودانيات إلى مصر تروي للتلفزيون المصري ما عانته من ويلات الاشتباكات وأصوات الرصاص وما لقته من دعم ومساندة في وادي كركر في أسوان. قد تسمع للوهلة الأولى طرقة هذا الباب عادية، لكنها ومن خلف هذا الباب وكأنها تربط على كتف السيدة عزيزة لتؤانس وحشتها بعد أن زرعت أصوات الرصاص في السودان رعبا لا ينسى أثره، لتستقر هي ورفيقتها خلف هذه الشاشة الصغيرة ينتظرون خبرا عاجلا يجفف دموعهم ويداوي جراحهم. فخلف هذا الوجه الذي يحاول أن يبقى متماسكا روايات مؤلمة حدثت أمام أنظار العالم ولم يحتضن أي منها آلامهم سوى الشقيقة مصر التي ما خذلت يوما قاصدا لها. قاعدين من 15 رمضان والعيد وكل حاجة، نحن جوا النار والرصاص جوا بيوتنا طول الوقت تحت السراير، مدسين تحت السراير
كل ما يجي الطيارة ويجي رصاص يدهنا يجي رصاص، احنا نخش تحت السراير من عيالي في نار الحرب ان شاء الله يا رب ان شاء الله. كل واحد صعبة والله صعبة، لا في مدارس لا في مستشفيات وشبابنا تدمر ما فيش. الحمد لله انا مش عاوزة حاجة غير الامان، بس امن والامان. من المصريين اول حاجة والله استقبالنا استقبال كويس، ادونا اكلنا وشربنا ودونا الموية ودونا الاكياس شلنا حاجاتنا وجينا هنا. الاولاد الاحفاد ايوه والله بيلعبوا هدا في الشارع، بيمشوا يلعبوا قدام الباب وبيلعبوا مبسوطين والله. ايك كل حاجة هنا حلوة في مصر. هذه المساحة التي تقع بوادي كركر في أسوان وإن كانت صغيرة الحجم إلا أنها استطاعت أن تجمع شمل أسرة شتتت الاشتباكات جمعهم، وإن كانت قلوبهم تعتصر ألما على من تركوهم هناك، فهنا حضن دافئ يحتمي فيه الأجداد بأحفادهم، وهذه ابتسامة تجدد الحياة والبقاء، وهذه جلسة محاكاة لما كانوا عليه قبل الاشتباكات والتي جعلتهم يبحثون عن مكان آمن لا فاقدين فيه ولا مفقودين. بس نحن جينا عشان البيت عيانة، المستشفيات مقفلة هنا، نفسنا نرجع السودان نرجع بيوتنا ونشوف أولادنا وأولاد عيالنا وخالاتنا وعماتنا كلهم هنا. نافذة أمل فتحت لهؤلاء الأطفال الأبرياء داخل هذا المنزل، كل أحلامهم وأمنياتهم أرض يمرحون فيها ويلعبون ويضحكون فيها ولا يبكون. إحنا كنا بنشوف الطيارات بتحوم حوالينا بتطلع نار، والدبابات بتلف حوالينا، نحن بنموت من الرعب. أنا وأمي وخالتي بنلعب بالأوراق يعني بيحاولوا ينسون الحرب. نفسي أعمل أي حاجة كنت بعملها قبل الحرب، أي حاجة ألعب وأقابل أصحابي كله. 400 فدان هي مساحة قرى وادي كركر التي احتضنت الأشقاء السودانيين وفتحت لهم أبواب الدعم والمساندة. بنستقبل إخواننا السودانيين النازحين ونجي نستضيفه في بيته، أو يخشوا ضيافة على حد، أو نأجر لهم بيت بحيث يرتقوا أنفسهم ويعرفوا إذا كان رايحين مصر رايحين أي محافظة. واللي قاعدين احنا بنحاول نساعدهم قد ما بنقدر بخدمات تومينية، في مؤسسات بتيجي تخدم بتدي فلوس، في عندي أمراض، في عندي ناس كتيرة تعبانة، والبلد برضه مش سايباها كأجهزة الدولة مصر مش سايبانا. هكذا عبر السودانيون حافة الموت ليعانقوا ناصية الحياة، لكن في القلب جرح لن يندمل إلا بعودة آمنة لوطن آمن. سجل التاريخ على مدار السنين ولا يزال أن لغة الحرب والسلاح لا تحفظ حاضرا ولا تبني مستقبلا، لكن لغة السلام تنجح دائما في تحقيق استقرار تطمح إليه الشعوب وتخلق وطنا آمنا تطمئن فيه الأجيال. فهنا من أرض السلام ترسل مصر دعوة سلام وأمان واستقرار إلى جميع ربوع العالم. من قرية وادي كركر بأسوان، محمود جميل، التلفزيون المصري. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال إن تمرد باغنر لن يؤثر نهائيا على علاقة موسكو بأصدقائها، وأوضح لافروف أن الولايات المتحدة نفت أي صلة لها بتمرد قائد باغنر، لافتا إلى أن من المحتمل أن يكون للمخابرات الأوكرانية علاقة بالتمرد. وأشار لافروف إلى أن موسكو تحقق في إمكانية تورط أجهزة استخبارات غربية في التمرد، مضيفا أن موسكو لن تسمح لأي محاولة تمرد بتقويض وحدة الدولة ونجاح العملية العسكرية بأوكرانيا. أعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية موسكو سيرجي سوبيانين رفع نظام عمليات مكافحة الإرهاب الذي تم تطبيقه في موسكو ومحيطها في أعقاب تمرد مجموعة فاغنر والذي تم إحباطه. أكدت لجنة مكافحة الإرهاب الوطنية الروسية أن الوضع في البلاد بات مستقرا، وكانت السلطات الروسية قد فرضت قيود مكافحة الإرهاب السبت الماضي مع تحرك مجموعة من مقاتلي مجموعة فاغنر باتجاه موسكو وتبادل لهم إطلاق النار مع قوة الأمن.
أكد الممثل الأعلى لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أكد أن تمرد مجموعة باغنر الروسية يؤدي إلى تصدع السلطة الروسية. وخلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ قال بوريل إن الانعدام لاستقرار في بلد يمتلك السلاح النووي ليس بالأمر الجيد، وأكد أن الحرب ضد أوكرانيا تؤثر على النظام السياسي الروسي. And affecting its political system. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت بنجاح مهام الاستيلاء على عدد من مواقع للأوكرانيين في دونيتسك. كما لفتت الدفاع الروسية إلى مقتل أكثر من 800 عسكري أوكراني وإحباط 21 هجوما أوكرانيا جديدا على محاور القتال، 10 منها قرب بخموت، مضيفة أنه تم تدمير نحو 140 موقع تمركز لقوات كييف وتدمير 4 مستودعات للذخيرة ونحو 20 دبابة ومدرعة أخرى. أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية تسجيل 36 اشتباكا مع القوات الروسية خلال 24 ساعة الماضية. أفادت هيئة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية ركزت جهودها الرئيسية على اتجاهات ليمان وبخموت ومارينكا. وذكرت الهيئة أن تهديد الضربات الصاروخية والجوية الروسية مستمر في جميع أنحاء أوكرانيا، مضيفة أن روسيا شنت 33 غارة جوية أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وألحقت أضرارا بالمنازل والمباني. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء توقف الحكومة عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد وإلزام المصلين بسدادها ترشيدا لنفقات لتوجيهها لبناء المساجد الجديدة. شدد المركز على تحمل وزارة الأوقاف سداد كافة فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد دون تحصيلها من المصلين أو تحميلهم أي أعباء أو رسوم مالية، فيما يتحمل المستفيدون من ملحقات المساجد أيا كان استخدامها فاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة بها دون أن يحمل ذلك على عداد المسجد. شارك أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في ورشة عمل مؤسسة شباب بتحب مصر عن كتابة أوراق السياسات المناخية ورفع كفاءة منظمات المجتمع المدني. تهدف الورشة إلى مشاركة الشباب في فهم أساسيات كتابة أوراق السياسيات والسياسات مع التركيز على القضايا البيئية ذات الأولوية، بما في ذلك طرق العرض والتحليل وتقييم الأساليب ورفع كفاءة منظمات المجتمع المدني وتبادل المعرفة. أمر النائب العام المستشار حماد الصاوي بالتحقيق في انهيار عقار بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية. ومن جهته أعلن محافظ الإسكندرية محمد الشريف أن العقار حدث به انشطار نصفي رأسي، موضحا أنه صادر للطابق الأخير به قرار إزالة تم توجيه فورا بقطع جميع المرافق عن العقار. العقار مكون من أرضي و14 دور. العقار منشأ منذ السبعينات، في الدور ال14 صادر لي قرار إزالة عام 2023 وتمت إزالة الدور ال14 بالفعل اللي هو كان دور مخالف. العقار النهاردة الصبح الساعة 9:30 حدث انشطار رأسي للعقار، نصفه واع على الأرض ونصف الثاني لازال ثابت. العقار ده كل دور فيه مكون من 5 شقق وبيستخدم كإيجار للمستوفين. الحقيقة العقار معروض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ولم يبت فيه حتى الآن. الحمد لله حتى الآن احنا عندنا مصاب واحد إصابة بسيطة جدا. السكان اللي كانت موجودة في العقار أو المستوفين اللي كانوا موجودين في العقار خرجوا من النصف السليم.
وفي تحرك فوري وعاجل من فرق الرصد الميداني بمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسكندرية لتقديم الدعم اللازم لمتضرري عقار الإسكندرية المنهار، انتشرت فرق العمل بالمؤسسة بشكل مكثف فور وقوع الحادث لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم على الأرض. وقررت مؤسسة حياة كريمة صرف تعويضات مادية للأسر المتضررة بقيمة 25,000 جنيه لكل أسرة من أسر الضحايا المتضررة من انهيار العقار. أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فعاليات التمكين الاقتصادي بمحافظة الفيوم بالتعاون مع جمعية الأرمان. أعلن التحالف أنه تم تسليم 14 كشكا و75 مشروعا لعدد من الأهالي بالمنطقة. اختتم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فعالية يدوم الفرح بمحافظة السويس بحضور المحافظ وعدد من أهالي المحافظة. وأوضح التحالف أنه تم تسليم عدد من الأجهزة لنحو 50 عروسة. وانطلقت فعاليات مبادرة ميت يوم صحة في مراكز وقرى محافظة دمياط. تقدم الحملة خدمة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة وزيادة الوزن والاعتلال الكلوي، إضافة إلى خدمات دعم صحة المرأة وتنظيم الأسرة. مبادرة داخل محافظة دمياط بتشمل عدد 68 وحدة صحية ثابتة منتشرة في ربوع المحافظة، أيضا في ثلاث أماكن خارجية منهم هذا المكان الحديقة العامة بمدينة دمياط الجديدة، وأيضا حديقة بنت الشاطئ في مدينة دمياط، وأيضا المكان الثالث موجود في مصيف رأس البر. المبادرة بتقدم خدمات عديدة منها خدمات المبادرات الرئاسية مثل مبادرة صحة المرأة ومبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وأيضا مبادرة الأمراض المزمنة. أنا جيت مبادرة ميت صحة وحللت وكشفوا علي وعملوا اللازم وما واخذوا مني دم وحللوا لي كل حاجة. جزاهم الله خيرا، حللوا لي السكر وقست الضغط وقست وزني وكمان وظائف كلى يعني عرفتها الحمد لله. دخلت وعملت يعني كل التحاليل السكر والضغط والكلى والحمد لله لقيتهم ناس يعني محترمه، دكاتره محترمه. انا جيت كشفت في مبادره 100 يوم صحه، كشف وتحاليل وكل حاجه موجوده وبتاخد العلاج مجاني، والناس بسم الله ما شاء الله قائمين على العمل باجمل وجه، وبنشكر السيد رئيس الجمهورية والقائمين على هذا العمل، وبندعو جميع الناس بمحافظة دمياط التوجه لجميع القافلات في جميع الأماكن في دمياط. أطلقت محافظة سوهاج الحملة القومية 100 يوم صحة لتقدم خدمتها الطبية المجانية للمواطنين بالمحافظة. هذا وتستمر فعاليات الحملة لمدة 100 يوم بجميع مراكز ومدن المحافظة، ويتم خلالها تكثيف عمل المبادرات الرئاسية المختلفة بالمصالح الحكومية والمستشفيات والوحدات الصحية والميادين الرئيسية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، وتستهدف كافة الفئات العمرية. بنقول لكل اهلنا في سوهاج انزل اكشف اطمن. طبعا والهدف من 100 يوم صحه هو التكثيف جميع انشطه مبادرات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لخدمه المواطن المصري والاطمئنان عليه. طبعا كل المبادرات الرئاسيه بيتم تفعيلها في الوحدات الصحيه كلها نهارا وليلا. الحكومه المصريه بتدشن حمله 100 يوم صحه وبتهدف لتقديم خدمات صحية للمواطن المصري وتوعية المواطن المصري بالخدمات الصحية الموجودة من مبادرات رئاسية زي مبادرة صحة المرأة اللي بيتم اكتشاف المبكر فيها لسرطان الثدي والكشف عن السكر عشوائي وضغط الدم، زي مبادرة الاكتشاف المبكر لأمراض الكلى والاعتلال الكلى والأمراض الغير السرية بتم تقديم خدمات فيها بنقيس ضغط الدم والسكر عشوائي ووظائف الكلى والسكر التراكمي والدهون الثلاثية. المبادرة دي جميلة جدا بكافة التحاليل الممتازة اللي بتقدمها الدولة، والناس ما تستهترش بهذه التحاليل لسبب واحد، لأن أنت ممكن تكتشف حاجات أنت غير معلوم بها. وتحيا مصر ونشكر سيادة الرئيس ووزارة الصحة على الأداء الجميل في مبادرة 100 مليون صحة.
أطلقت محافظة مطروح إشارة بدء مبادرة 100 يوم صحة، يأتي ذلك من خلال 8 وحدات متنقلة تزيد خلال الأيام المقبلة إلى 18 وحدة مشتركة في الحملة و24 وحدة صحية، بالإضافة إلى المستشفيات على مستوى مدن المحافظة. النهارده بننفذ مبادره 100 يوم صحه على ارض محافظه مطروح من خلال 24 وحده صحيه بمدن ومراكز المحافظه الثمانيه، بالاضافه الى 18 وحده متنقله تجوب المدن والنجوع والقرى وامتداد الساحل كله بالكامل، بالاضافه الى جميع مستشفياتنا 14 مستشفى موجوده على ارض محافظه مطروح مشتركه معانا في هذه المبادره الطيبه. هي حمله الهدف منها ان احنا بنكثف التوعيه وتقديم خدمات مبادرات 100 مليون صحه اللي كان اطلقها سيادة فخامه الرئيس، والهدف منها ان احنا يمكن دلوقتي وصلنا عدد اكتر من 13 او 14 مبادره، بالهدف منهم ان احنا بنحاول بنزود المستهدف بتاع المبادرات وتقديم الخدمات الصحيه في مصر، من دعم لصحه المراه ودعم لصحه الام والجنين، ويمكن خدمات الاعتلال مبادرات الاعتلال الكلوي ومبادرات كبار السن، وكمان الاطفال عندنا مبادره الكشف المبكر عن ضعف فقدان السمع والامراض الوراثيه. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادره الجميله دي، والخدمة فيها فعلا ممتازة جدا، وبتعالج بيهتموا بالمريض كويس جدا. حللت سكر تراكمي وسكر عادي، ودي حاجة كويسة لكل الناس مش لي أنا شخصيا، حتى الناس اللي مش مقتدرة يعني القفايل دي بتوصل لهم، فدي حاجة كويسة جدا في بلدنا. ونشكر السيد الرئيس على المبادرة الجميلة دي اللي هي حققت في مكانها يعني حاجات كويسة صراحة كتيرة. والآن متابعة لأهم أخبار المال والأعمال مع رجائي رمزي. إليك رجائي. شكرا دينا، شكرا إلهام، كل عام وأنتم بخير وعيد سعيد عليكم أجمعين. مشاهدينا أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. تواصل الدولة طرح كميات كبيرة من اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية في أسوان. أكدت مديرية التموين بالمحافظة طرح اللحوم السودانية والبرازيلية فضلا عن السلع الأساسية مثل الأرز والسكر بأسعار أقل 30% عن أسعار السوق. من اللحوم بأنواعها، اللحوم الطازجة السوداني بسعر 195 جنيه الكيلو، اللحوم المستوردة البرازيلي 160 جنيه الكيلو، بالإضافة للدواجن الكاملة والمجزات الدواجن بأسعار مناسبة، بالإضافة لتوفير السكر والرز، السكر ب 18 جنيه والرز ب 20 جنيه الكيلو، التوفير بكميات كبيرة في جميع الفروع. أنت عارف كان عندنا 31 فرع للشركة المصرية في المحافظة، السلع متوفرة على مدار بتاع في كل الفروع عندنا، بالإضافة كمان للجزئية بتاعت المواد البترولية. أنت عارف الطلب بيزيد على البوتجاز والبتاع في الفترة دي، فتأكدنا من بتاع إن الحصة بتاعت البوتجاز اللي هي الشهرية بتاعت المحافظة بتعليمات معالي الوزير المحافظ زودنا الحصة بتاعتنا ب 15,000 زيادة أنبوبة. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه. على صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند 17,287 نقطة ليرتفع بنسبة بلغت 2.18% ويغلق عند مستوى 17,665 نقطة، فيما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 3,493 نقطة ليرتفع بنسبة 1.21% مغلقا عند مستوى 3,535 نقطة، فيما فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 5,174 نقطة ليصعد بنسبة 1.31% مغلقا عند مستوى 5,242 نقطة.
واصلت العملة التركية تراجعها ولامست مستوى 26 ليرة للدولار، مسجلة بذلك مستويات قياسية متدنية تاريخية. يأتي ذلك بعد قرار المركزي التركي رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى في أكثر من عامين. تم رفع سعر الفائدة من 8.5% إلى 15%. مشاهدينا، نهاية هذه الوقفة الاقتصادية، عودة مجددا لدينا وإلهام، فإليكم. شكرا لك رجاي رمزي. وبهذه الأخبار الاقتصادية نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة. لا يتبقى بها سوى التفكير بأبرز ما جاء بها من أخبار. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الرئيس السيسي يتلقى التهاني من نظرائه بالدول الإسلامية وكبار رجال الدولة. رئيس الوزراء يوجه بالتعامل بحسم مع أي تعديات على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك. بعد قضاء يوم التروية بمشعر منى، ضيوف الرحمن يستعدون للصعود على عرفات لأداء الركن الأعظم غدا. كل عام أنتم بخير. انتهت النشرة، دمتم في أمان الله.